يعني تحكيم انت تشوف لا انا قلت العدل ما تجيبنيش بقى في تحكيم وما بتكلمش على تحكيم انا بتكلم هو العدل يعني نطلع كسبانين المباراه والشعب السوري يفرح والاولاد يفرحوا بمجهودهم لكن معلش ولا هي انا ما بتكلمش على تحكيم بس انتم ممكن تقدروا تشوفوها كلكم وتحكموا عليها بس لكن انا ما بتكلمش على تحكيم انا بحترم كل الناس اللي موجوده واحنا كلنا عرب ولو في حد تحيز مع حد يبقى ده غلط اوكي واكيد لو هو غلطان اكيد في حد هيحاسبه يعني لكن احنا كلنا عرب اتمنى ان الدوره تمشي بعداله اوكي لكن انا كنت يعني انا كنت اتمنى ان انا ابقى سبب ولو صغير في سعاده شعب ماشي وانا قلت للولاد كده احنا بقى لنا اسبوع شغالين ما نقدرش نعمل حاجات كثيره قوي لكن انا كان يهمني ان في ناس في سوريا انها كانت تفرح بس فاهم ربنا ما ارادش الحمد لله على كل حال ان شاء الله قدر الله ما شاء فعل واللي جاي احسن ان شاء الله نفرحهم في المباراتين اللي جايين ان شاء الله.